منه، كان عانيو على انه لذاك ما بغاش تخدم. انا كنشوف لا بيبليسيتي لذاك في خدمتكم، يعني في خدمه المواطن، ما كاينه لا خدمه ولا ردمه، هذه بكل صراحه. السلام عليكم. اولا كنشكر اذاعه المنبر 24. انا نائب على الساكنه اللي كتكون في اقامه نسرين كيف كتشوفوا رقم 38 الموجوده في الزنقه 6 لوتيسمون سهام اللي شاده على شارع فاس. حنا كنعانيو من واحد المشكل ديال الواد الحار. هذا المشكل هو الواد الحار الان هو بلان اكراكي كما كنسميوه، وكيرجع لينا الموبل والموبل ما كله كيهود الكراج. الكراج راه شافوا الاخوان كيفاش داير، راه ما بقاش عندنا كيفاش نهودوا السيارات ديالنا باش نحطوهم في الكراج. والمشكل الكبير وهو داك الماء غادي يدخل للمصعد، يعني لاسانسور غادي يولي ان كوب سيركوي. وكنعيطوا لليداك لو سيرفيس انتريسي تياخذ لينا الشكايه ديالنا، تيقول لك حنا غادي نتصلوا بالناس ديال لاسينيسمون. الناس ديال لاسينيسمون حتى واحد فيهم ما جا، عيطنا تقريبا واحد 100 خطره وحنا كنعيطوا. عندنا لي ريفيرونس ديال لي اس ام اس اللي كترجع لينا لليداك كوم كوا راه نوت ريكلاماسيون اي تي بريز اون شارج، ها الرقم فلاني كذا وكذا الساعه الى اخره لا دات، ها هما عندنا الان لي اس ام اس ديالهم. وهاد الساكنه الاخرين اللي معايا حتى هما راه عندهم لي اس ام اس ديالهم باش كيصيفطوا الشكايه ديالهم. وانا هاد الصباح هذا مشيت لذاك اللي هي في كنسميوها في والماس اللي معروفه شاري غندي، ما كاينش مع من الذكر اللي وليت حير غير مع السيكوريتي. تيقول لك ما كاين حتى شي واحد، واش عباد الله غادي نبقاو نعيشوا في هذا المشكل ديال الخنز؟ وليداتنا راه ما بقاوش صابرين بالريحه ديال الخنز اللي طالعه من الكراج، داكشي ديال التراكم ديال الماء اللي راجع، يعني كاين ان روتور كما كنسميوه. وجبنا البلومبي الاول والبلومبي الثاني والبلومبي الثالث، حلينا كلهم لي هونغار حليناهم. كيقول لك هادو راه عامرين خاص ليداك تخويهم. هذا هو المشكل اللي كنعانيو منه، كنعانيو على انه ليداك ما باغاش تخدم. انا كنشوف لا بيبليسيتي ليداك في خدمتكم، يعني في خدمه المواطن، ما كاينه لا خدمه ولا ردمه، هذه بكل صراحه. شعارات بيبليسيتي، سيتي بيبليسيتي اللي كاينه باش كيدوخوا عباد الله، سيتي بيبليسيتي. الا ما خلصتيش الموضوع كيجيو قطعوا لك او لا كيزيدوا عليك ديك 100 درهم. علاش ما خلصتيش اشيدي؟ ايوا سيدي انا كنخلص لاسينيسمون كنخلصها، ايوا جيو قابلوا لينا هاد الشغاله ديالنا، راه هادشي راه حشومه عليكم. شنو هما المطالب ديالكم دابا؟ المطالب ديالنا هو تجي يجيو الناس في اقرب وقت ديال ليداك، في اقرب وقت يجيو يصابوا لنا قبل ما هاد العماره تغرق وتريب. راه الماء راه واصل للبودرات، راه بزاف هادشي، راه بزاف. وعيط الاداره العامه تا واحد ما بغى يجاوبني، الاداره العامه اللي في الديوري تا واحد ما بغى يجاوبني. وها الرقم عندي فين عيطت لهم، ها الرقم عندي. وهادشي راه بزاف 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 بزاف. كنطلبوا الله يخليكم الناس ديال ليداك يجيو يحيدوا علينا هذا المشكل اللي كنعيشوا فيه. تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.